مشاهدي مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة سليمان. اهتزت ساكنة مدينة سليمان على واقعة قارب الموت اللي الحقيقة لحد الآن مازال ما عرفنا العدد الإجمالي ديال الضحايا ديال هذا قارب الموت اللي تعرضوا له خاصة شباب. اليوم الشباب اللي تيشري الموت بيدو. اليوم معنا الجمعويين اللي غادي يقربونا حول الوضعية ديال هذا المأساة الكبيرة وهذه الفجعة. باش نقربكم في التفاصيل حول هذا الموضوع، اليوم معنا أحد الجمعويين اللي غادي يعطينا في التفصيل شنو الوضع. السلام عليكم. السلام عليكم أخ حسن. المهم الأخ الله يبارك فيك أخ حسن. اللحظة ملي سمعتوا الفاجعة ديال سيدي الرحال، شنو الشعور ديالكم وانتم كتسمعوا هذه الفاجعة؟ الشعور ديالنا خويا حسن أن مدينة سيدي سليمان ولات تتصدر المرتبة الأولى في هذه الفاجعة هذه ديال الحريق ديال الحريق الناس اللي تبغي البلاد المجر، لأن تنشوفوها تتكرر عدة مرات. دابا تقريبا المرة الرابعة هذه باش تتكرر بالنسبة لواحد السيدة اللي كانت هنايا كانت دارت على بزاف ديال الناس، دات لهم فلوسهم هذه من موراها عاوتاني المسمات ربما خديجة، موراها واحد السيد عاوتاني ما عرفتش الاسم ديالو مقهى، موراها واحد السيد أخرى. يعني شفنا هذه الفجأة كثيرة في مدينة سليمان، رغم أن مدينة سليمان مدينة صغيرة، مدينة ما معروفاش. وبالنسبة لهذه الفجأة هي اللي تتشهر هذه المدينة هذه. المدينة اللي تتشهر دابا بالفواجع بالكوارث، المدينة الوحيدة في المغرب دابا رغم أنها مدينة صغيرة ولات تتشهر بالكوارث. هذا دليل أن المدينة مهمشة إلى آخره. المدينة اللي كانت تتوفر على 23 وحدة إنتاجية أصبحت زيرو معمل. المدينة الوحيدة اللي مهمشة للشباب ديالها كامل ضايع، الشباب ديالها كامل المسؤولين ديالها في سبات عميق، ما كاين اليد العاملة ما كاينه بصفة نهائية. واخا اللحظة اللي سمعتوا هذه الفاجعة، كيفاش كان الشعور ديالكم وانتم كتشوفوا الشباب اليوم كيتدمر اليوم العائلة ديالهم؟ الآن مازال فراهن البحث وكيقلبوا عليهم، شفنا العائلة مشاو حتى لسيدي الرحال وباقي الآن مفقودين وباقي تيقلبوا عليهم. وخويا كمجمعويين كفاعلين جمعويين في مدينة سليمان، الوضعية ديال مدينة سليمان وخاصة الشباب، كنشوفوا الأكثرية ديال الشباب كيخرجوا من الضفة الغربية سواء الأحياء الهامشية. خويا أنا اللي شفت هو أنايا ملي شفت واحد التصريح ديال واحد الدري في شوف التيفي، اللي تيقول لهم عام وانا دافع الفلوس، عام وانا دافع جوج المليون لهذي. بالله عليك كيفاش هذا السيد عام هو دافع الفلوس لهذا الحراق هذا، وتيقول لهم الحراق كنا مشينا لمولاي بوسلام؟ واش هاد الناس هاد الاجهزه هاد الناس يعني المخزن بصفه عامه واش ما كانش عارف شكون هو هذا الحراق واللي هو عام وتيتواصل معاهم؟ ماشي واحد ماشي جوج ماشي ثلاثه ماشي اربعه اللي هما دافع لهذا الحراق هذا. دونك هاد الحرق واش هاد الناس ما كانوش عارفينه؟ شنو تبقاو ساكتين تيموت بنادم عاد تبقاو حشومه راعي بوعار؟ هادشي كما قلت لك خويا حسن، راه المسؤول الاول هما المسؤولين اللي عندنا هنا في هاد مدينة سي سليمان، اللي هما اللي مهمشين هاد المدينة إلى آخرها. شنو هما الأسباب اللي خلات الشباب تيهاجر بهاد الطريقة؟ وخويا مدينة راه زيرو معمل، راه الشباب ما عنده فين يخدم، راه الشباب ما عنده فين يمشي هاد الشباب هذا. مدينة صغيرة مهمشة زيرو معمل ما كاين فين يمشي. لا اله الا الله محمد رسول الله. فهاد المسؤوليه ديال مدينه سي سليمان، وحنا دابا اللي تلاحظوا الاخ حسن هو ان مدينه سي سليمان دابا ولات الرقم واحد في الكوارث في المغرب من طنجه للقويره. هاد القضيه ديال الحريق والقضيه ديال الهجره السريه والتجاره البشر راه تتكرر في مدينه سي سليمان بزاف، وباقا غتكرر. راك كنت قلتها ديجا الاخ حسن، هاد القضيه ديال الهجره في مدينه سي سليمان كون اكيد باقا غتكرر. شو عتني غتنسى واحد الشهر ولا عام ولا عامين غتكرر، لان دابا كل عام ولا عامين تتبدل هذه القضيه هذه، تتعاود هذه القضيه هذه. حسبي الله ونعم الوكيل. المهم هادشي كامل تنحملوا للمسؤولين، راه ما يمكنش هاد المسؤولين الناس مده عام هما دافع الفلوس والتليفونات بينهم بين الحراك، واش ما ديناش اليوم واش ما ديناش غدا، وما عرفوش هاد الناس كانوا يتصدوا لهذاك الحراك قبل ما يدي هاد الناس هادو. واخا كنشوفوا ان الوضعيه صعيبه الان، كنعرفوا ارتفاع الاسعار، الناس اللي يحسن العواش هذا العام استثنائي، شفنا الناس هذا العام ما دوزوش العيد، شفنا الغلاء الكبير، شفنا الظروف الاجتماعيه كبيره. اليوم كنشوفوا الاباء والاولياء ديال هاد الناس اللي كيحرقوا تيعطوا لاولادهم فلوس، اللي تيعطوا 3 مليون كما شفنا هذه السنه. بالنسبه لكم انتم شنو
الحل ارجع هذه المساله هذه. خويا بالنسبه للاباء، الاباء ما نلومهمش، الله يحسن، الله يحسن لهم، خصوصا الامهات، لان الدري الصغير في عمره 16 عام ولا 17 عام راه تيبقى يبكي على امه اليوم وغدا، راه الله يحسن لهم. وزيدون اخويا حسن، راه اي اب تيبغي ولدي يكون احسن منه، الاب راه ما تيعطيش لولده الفلوس انه باش يقتلو، الاب راه تيعطي لولده الفلوس باش انه يتصوفى، فهمتي؟ واكثريه الام، لان مازال الاب واخا غيقطع شويه، الام الله يسمح لنا من الوالدين، الام تتكون حنينه بزاف، يعني الام اللي تشوف ولدها في عمره 17 عام ولا 18 عام، ويعني وغادي التدخين وغادي هذا، حتى هي تفكر تقول اللهم ولدي تنقذ يمشي لهذيك البلاد ولا يبقى في هذه البلاد ضايع، فهمتي؟ يعني الاب مسكين ولا الام، يعني الاباء واولياء الامور راه ما لهم حتى غلط في هذا الشيء، هذا راه الخطا الكبير اللي مسقطر فيه، هما المسؤولين هنا في مدينه سي سليمان وفي المغرب بصفه عامه. عايز سي سليمان بالنسبه لكم انتم شنو هو الحل الانجح باش هذه الظاهره ما تبقاش؟ والحل الانجح اخويا هما المسؤولين يديروا لنا عباد الله هنا اجتماع عامل، يديروا شي وزينات، اليد العامله تتحرك هنا في هذه المدينه هذه. راح شو عيب وعروس، هما 23 وحده انتاجيه قتلوها صاحبي، دمروا المدينه على اخرها. دابا ما يكونش مشكل مدينه سي سليمان، راح شو راه عيب وعار صاحبي، راه الشباب كامل باغي يحرق، راه يحلوا الحدود، اقسم بالله يحدوا الحدود ما كاملاش نص ساعه، سي سليمان كامله صاحبي يبقى لهم على الديور، يبقاو يشوفوا على الحيوط، وربما المغرب كامل ماشي على سي سليمان كامله. استاذ رحيم اليوم انتم كفاعلين جمعويين كتستنكروا هذا الوضعيه، من طبيعه الحال غنستنكروا. بالنسبه لكم اللحظه ملي سمعتوا الخبر، وهذا الخبر زعلينا، هذا الخبر زعلينا كالصاعقه، لحقاش معظم الناس اللي وقع عليها الحادث يسكنوا وحدنا في الضفه الغربيه، جبيرات ويعني جبيرات وغلالت تقريبا قريبا في السكنه في كان اللي كنسكن حنا ولا الضفه الغربيه. انا ما عجبنيش الحال، وخصنا نشوفوا ما هي الاسباب وما هي الدوافع اللي خلات هاد الدراري يمشيو يشريو الموت بثلاثه المليون. ما هي الاسباب وما هي الدوافع؟ خصنا نشوفوا شنو السبب، شنو هو السبب وما هي الدوافع. واخا اليوم كنشوفوا هاد الفاجعه اللي تقريبا على اخر الاخبار بان تقريبا 20 واحد من مدينة سليمان اللي مشاو لهاد بغا يحرقوا الجهة الفرعية. اليوم الأولياء والآباء ديال هاد الدراري ساكن الآن مشاو لسيدي رحاب وباقي تيقلبوا على ولادهم. كيفاش شايف الآن الوضعية؟ والوضعية الوضعية زعما غير إنسانية وغير لائقة، يعني هاد المسؤول أنا كنقول هاد المسؤول كيفاش كيديك النعاس، وكانت هاد سي سليمان فيها الرواش، وسي سليمان كان فيها الخير، وسي سليمان كانوا فيها معامل، كيفاش حتى فرمشة عين مات هاد يعني هاد المعامل، هاد المعامل اللي كانت كلها سدت، شنو هي الاسباب؟ ومن طبيعه الحال الانسان ما غيلقاش خدمه وما غيلقاش مستقبل في بلاده، غادي يفكر يمشي تجيه دابا ملي تيكون على ارض الواقع تتبان له راه داك الشيء ساهل باش يوصل، يعني ساهل باش يوصل للضفه الغربيه، يمشي يعني قطع البحر، يعني ساهل. كلشي بديل، كلشي خدمه. وكان يعني كون كان البديل فعلا، كون كان البديل وكون كان العمل، الانسان ما غاديش يفكر هذا التفكير هذا، وتمشي يمشي يشري الموت في 3 المليون، وحنا زعما راه بقاو فينا دوك الناس، والله العظيم الا بقاو فينا، وكلهم من الطبقه المسحوقه. علاش ما كنسمعوش ولد شي عامل حرق، اولا ولد شي باشا حرق، اولا ولد شي كوميسار حرق، اولا ولد شي كاتب عام حرق، اولا ولد شي سياسي كبير حرق، علاش ما كنسمعوش؟ كنسمعوا على الطبقه الهشه، والطبقه الهشه هي اللي كتوقع عليها الفاجعه، وهي اللي كتموت، وهي اللي كتكرفس. واخا بالنسبه لكم انتم هاد الظاهره هذه الان اللي كنتموتوا في الشيه في مدينه سليمان شفنا خويا شوف سي كون كانت هنا الخدمه بنادم راه ما يحرقش، واش بنادم واش واحد واحد كيفاه كيلقى 100 درهم تحت الوساده، هي واحد كيفاه ما عنده حتى درهم، لا فاق لا مشى، لا ما مشاش يجيبها، لا ما فاقاش عليها، لا مشى جابها بيدو على دراها 100 وكلشي ديك ال 100 درهم، جابها 1000 في النهار. نطرح عليك واحد السؤال، دابا انت براسك كانت عندك فلوس تفكر تحرق ولا ما تفكرش تحرق؟ هذوك راه بالسيف انت براسك يعني كنت واصل له العظام هذاك اللي كيمشي يحرق. ما باغي لا فلوس لا والو، حنا باغينا الخدمه نخدموا على راسنا، ما يعطيونا ما والو، خلينا شي وزينات خلينا نخدموا على راسنا. بنادم راه ما يحرقش، وكانوا شي وزينات فين تخدم هاد المدينه هادي قاهرنا اخويا، ديما تابعنا، ديما حاقرين على البيع والشراء، هاد المدينه راه ما فيها لا شركات لا والو، من الاخر ما عندنا فين نمشي وشنو غندير؟ نسرقوا ما نسرقوش اخويا. احساسكم انتم باغيين نخرجوا على دراهم نجيبوها على دراهم. سيدي سليمان لا ما سرقتيش فيها، لا ما كنتيش شفار، راه ما دبرش على راسك. ما نسرقوا وما نديروا حتى لعبوا اخويا، حنا باغيين نخدموا على دراعنا، نخدموا على دراعنا وناكلوا طيبه، نجيبوها حلال طيبه. هما لا اخويا قاهرين اخويا، هانتوما خير دليل تيقول لك. انت كشاب مثلا كتصور 200 درهم لا 300 درهم، تعرضت عليك فكره ديال الحرق تحرق؟ ضروري ما نحرق. تمشي اصاحبي غتمشي، لان ما تفكرش في شي حاجه اخرى.
ابار انك تصور كاين حوش هذيك البلاد فيها القانون اصاحبي تما هذيك بلاد القانون اصاحبي تلقى مع هنا هنا راه بزاف اصاحبي راه تخرنا اخويا اليوم كنشوفوا الدراري وانت تهضر على حق انا تيقول لك نديك اصاحبي بقاو فينا دوك الدراري اخويا والله الا بقاو فينا وما كنعرفوش عسمعنا عليهم والله الا بقاو فينا قال لنا هضروا على حقكم وحنا ما تنديروا والو اخويا هذا دليل على ان المغرب انا هذا دليل على ان المغرب دوله القمع ودوله استبداديه ودوله بوليسيه ودوله قمعيه انتم خير دليل هالسيتي خدم على دراعه وقال لك فيما كتهضر كتقمع هذا دليل وانتم كتسمعوا وهاد المواطنين كلهم ساكن حاشمن كاين اللي ما قادرش يهضر تيقول عينو مروني غيعقلوا عليا غيشدوني غينتقموا مني هذا هو اللي كاين سيدي سليمان وتمت مراد راس اخويا تكلم معاه تكلم معاه ما عديش تفضل عز عطيني يوسف اخويا اليوم انتم كجمعويين كحقوقيين كتفكروا هذه الوضعيه الصعبه الان خاصه كنشوفوا ان الدراري اليوم البارحه وقعت واحد الفاجعه كبيره على مستوى سيدي رحال شنو ما هي قراءتكم حول هذه الوضعيه وخاصه ان مدينه سليمان كتعيش الفقر المدقع بالنسبه اخويا حسن هذه المساله هذه راه مساله على الصعيد الوطني كامل ماشي مساله خاصه بسيدي سليمان هذه الاولى وبالنسبه لهذ الفاجعه اللي وقعت البارح راه ماشي اول مره اخويا كتوقع يعني راه قوارب الموت كتسمى يعني راه ديما هذه المساله كتعاود ولكن الاشكاليه في كاينه هي ان علاش مثلا المنابر وعلاش ما اكدوش على ان الشباب اللي ماتوا ولاد سيدي سليمان يعني وقيل اللي كنسمع انا جات شي معلومه ان نسبوهم للسله يعني على سيدي سليمان تقصات بالنسبه لهذ المدينه اخويا حسن انعدام فرص الشغل مدينه مهمشه مدينه يعني العجله التنميه كترجع اللور ماشي كتزيد لقدام حنا عكس المدن الاخرى الشباب هنا اخويا حسن واخا يكونوا كيصوروا الفلوس واخا يكونوا كيصوروا الفلوس وتعرضت عليهم الفكره ديال الحريق غادي يحرقوا بالنسبه لمدينه سيدي سليمان القوانين ديالها بوحديتها خاصه وخير دليل على هذا الشيء هو ان ولاد ملوك تعقل على ولاد ملوك النهار كانوا كيحرقوا الدراري من ولاد ملوك كانوا كيمشيو على طريق ديال ليبيا كانت قريبه ولاد ملوك تولي قنصليه تما كان يعني عادي ان الانسان هذا الشيء في اخبار كل شيء انك بغيتي تحرق على طريق ليبيا كتمشي لولاد ملوك يعني شويه كانت تقنن وتولي قنصليه تما عندنا اخويا عندنا شوف عندنا المساله الاخرى هي المساله ديال النصب مدينه سيدي سليمان سهله في النصب سهله انك تنصب على عباد الله وخصوصا الشباب الدري صاحبي اخويا حسن كيعاود ليا قال لي كان غادي يحرق في الفونطوم هذا الفونطوم اول مره كنسمعها هذا الفونطوم اخويا هو ان القارب كتوصل مثلا لاسبانيا الجنه الموعوده كما كيقولوا في نص ساعه ولا ساعه قلت له اخويا بشحال كنت غادي تحرق اخويا قال لي 11 مليون 11 مليون غادي يحرق في الفونطوم 11 مليون اخويا حسن يديروا بروجي واش واحد مي غادي يفكر يخلص 11 مليون ويخوي البلاد يعني المشكل كاين اخويا حسن في هاد المسؤولين ديالنا سواء مدينه سيدي سليمان ولا المغرب بصفه عامه مسؤولين اخويا الهدف ديالهم الاول هو جيوبهم ويفكروا في المستقبل ديالهم وديال ولادهم اما ولاد الشعب الطبقه المطحونه الطبقه المسحوقه حنا معمرين بينها الشقف باش نتسمى باش حنا معمرين بينها على هاد الارض هادي باش تسمى دوله صافي حنا معمرين بينها الشقف وبالنسبه لعندنا مساله اخرى اخويا حسن هو الطريق الثاني ديال قلت لك كاين هنا ثلاث طرق كاين طريق ديال انك تحرق بالفونطوم وطريق ديال قوارب الموت وكاين طريق ديال البلقان والطريق ديال البلقان كيتعرضوا يعني سيا قريبا وخطر منهم انا كنفضل انا الا جاتني شي لا مثلا نفضل انني نمشي في البحر ولا نمشي عن طريق البلقان وبالنسبه لهذه المساله ديال البلقان اخويا حسن عندنا واحد الاشكاليه ديال واحد الشاب هنا ود حي خريبكا ياسين طابيش اللي باقى لدابا لمده تقريبا عامين هو مازال مختفي تما مازال ما عارفينش حنا يعني الحاله ديالو واش متوفي واش باقي على قيد الحياه راه حنا كنتواصلوا مع العائله ديالو ومن هذا المنبر كنوجه التحيه للسي حسن القنب هو اللي واقف على هذه المساله وكنطلبوا من المسؤولين سواء يعني ديال سيدي سليمان ولا ديال المغرب بصفه عامه يتعاونوا معنا نعرفوا المصير ديال هذاك الشاب
والسلام عليكم ورحمه الله. ورسالة أخيرة تنقول لنا للمسؤولين اللي معين سي سليمان، اتقوا الله، اتقوا الله في هذه الأرض، اتقوا الله، راه أرض الشرفاء هذه، راه أنتم حاقرينها سي سليمان، أرض الشرفاء، والدليل هو اللي كاين هب شمال كيبان له فولادو، اتقوا الله في هذه الأرض، اتقوا الله في هذه الأرض، راه موليها راه دراويش وموليها شرفاء، نعلوا الشيطان، وخدموا البلاد لا ما تخدموا ما تخدموش، قدموا الاستقالة وسيروا بحالاتكم. المهم الاخ حسن كما قلت لك انا نقول لك واحد النقطه الاخ حسن غير باش تعرف خويا هذه النقطه هذه عقل مزيان. هل هي بيناتنا؟ انا رفيت قلت الاخ عمر الداودي، سمعتي ياك اخ عمر، فيت قلت الاخ عمر الداودي خي حسن كون اكيد هذه الفجيحه باقا غتعاود هنا في مدينه سي سليمان ديال الحريق. كما قلت لك مدينه سي سليمان ولات دابا هي الرقم واحد في المغرب من طنجه للقويره، رغم انها مدينه صغيره، رغم انها مدينه ما معروفاش، ولكن ولات هي الرقم الواحد. دابا شي اربعه المرات تنحضر تتعاود تتكرر نفس المساله وباقا غتعاود، وهذا الشيء كامل هذه المسؤوليه تنحملوها للمسؤولين ديال مدينه سي سليمان اللي سدوا 23 وحده انتاجيه اللي تسدات. وعباد الله ومدينه بخيراتها، مدينه فلاحيه، ودابا حاليا تتوفر على زيرو معمل، حسبي الله ونعم الوكيل اللي كان مسؤول وكان حيلف تما في هذا الشيء. والسلام عليكم ورحمه الله. العائله ديال الضحايا ساكن اللي خويا العائله ديال الضحايا الله يصبرهم، والله يصبر الوالدين ديال الاباء ديالهم والامهات ديالهم، والله يصبرهم، والله المهم يصبروا على وليداتهم. المهم هما مساكن بغاو يشوفوا وليداتهم مزيان، علاش؟ لان اي اب تيبغي يشوف ولده احسن منه، واي ام تتبغي تشوف ولده احسن منها. والله يعظم الاجر بوليداتهم اللي ماتوا وليداتهم واستمر وربغاهم الله داهم الله، اللهم يمشيوا عند الله ولا يبقوا في العذاب في الدنيا قبل الاخره. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. المشاهدي جريدة عبير، كما سمعتوا تصريحات هذه الشباب الجمعويين اليوم تيستكروا هذه الوضعية الصعبة ديال هاد الشباب اللي تيغامر بالحياة ديالو من أجل تحسين الوضعية الاجتماعية. اليوم تنشوفوا تقريبا 10 ديال الشباب اللي حرق اليوم أمس بشاطئ ولاد رحال او سيدي رحال. اليوم هاد الجمعوي كيستنكروا هاد الوضعيه الصعبه، كنتمناو المسؤولين باش ياخذوا واحد الحل جذري لحل هاد المشكل العويص. اذا مشاهدي جريدة عبير من مدينه سيدي سليمان.